طوعت بالدرك وال11 يعطاك عمره بعد كم يوم. ومين قال انه ابي مقتول ومدفون بقبر جده لل11 الحصان؟ والله يلي سمعته انه اجى خبر للزعيم ابو صالح الله يرحمه، وهو يلي خبر المخفر مشان يجوا يطلعوا الجثه. وعدم المؤاخذه يعني لقوا مع الجثه الذهبات المسروقه تبع عمك ابراهيم الله يرحمه. يعني السر عند الميتين هلا لك حصان؟ شلون يعني؟ يعني ما في غير ال11 شري وابو صالح وابو ابراهيم، هن اللي بيعرفوا مين قتل ابي ومين دفنه بقبر جده لل11 شري حصان. اكيد سمو اكيد. وانت متاكد انه ما في حدا من اهل الحاره بيعرف مين اللي قتل ابي؟ والله انا ما بعرف شيء غير اللي قلت لك اياه يا سمو. وانت معتز؟ انا شو يا سمو؟ شو؟ ما بتعرف مين اللي قتل ابي؟ ولا كمان مثل اخوك ما بتعرف شيء؟ والله انا مثلي مثله، ما سمعت شيء وما بعرف غير اللي سمعته بالحاره.